قصدنا أن تكون الزيارة، لأن السيد رئيس الجمهورية حريص على أن تكون مناسبة المولد التي تلتقي مع مناسبة أول نوفمبر أن نزور المناطق المتميزة بمبادراتها. فأبلغنا تشكرات السيد رئيس الجمهورية مرفوقة بتهنئته بهاتين المناسبتين العظيمتين لأهل المسيلة، أولا على وقوفهم وتعاونهم وتبرعاتهم وجهود التطوعية للمجتمع المدني في أزمة الكورونا على امتداد عامين، أيضا لمبادراتهم والنجاحات المتتالية رياضيا فنيا إعلاميا أنفسنا. نفتخر بأبنائنا الناجحين، ونفتخر برجال أعمالنا المتبرعين، ونفتخر بجمعياتنا ومجتمعنا المدني المتعاون المتعاضد مع الإدارة المحلية، ونفتخر حينما يقول السيد الوالي أن هيئات عديدة وشخصيات عديدة المسيلة وقفت إلى جانب الدولة، بل قدمت أحيانا قدمت قبل أن يطلب منها. فهذا الشيء نفتخر به، لأن الجزائر الجديدة هي فن إشراك الجميع.